السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع خطير، لأن في كتير من الناس للأسف الشديد بتفهم معلومة أو جزئية خاصة بالموضوع اللي هتكلم فيه ده، ألا وهي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. أنا هتكلم عن خمس أحوال أو خمس هيئات ممكن تشوف فيهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخمس أحوال دول مش هيخرج رؤية النبي عنهم صلى الله عليه وسلم، يعني مش هتشوف أحوال تانية أو هيئات تانية أكثر من الخمس حالات دول. أول حالة ممكن تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على كامل هيئته، تشوفه واقف قدامك كامل زي ما الصحابة كانت بتقعد معاه وتشوفه في الحقيقة، ممكن تشوفه في المنام كامل ويكلمك وتكلمه وتصافحه ويصافحك أو يعانقك وتعانقه، ودي أفضل الحالات وما بتحصلش لأي حد على فكرة، إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كامل أمامك في المنام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث صحيح: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. هنا هنقف. ليه وقفت مع الحتة دي؟ للأسف الشديد كتير من الناس بيجي لها الشيطان في المنام ويقول لها أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بتقول يا شيخ أنت بتهرج، ما أنت لسه قايل الحديث إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. نعم الكلام صحيح بس احنا فاهمينه غلط، ان الشيطان بالفعل لا يستطيع ان يأتي للانسان في منامه على صورة النبي الحقيقية، وانما دي الجزئية بقى اللي كتير من الناس مش فاهماها، وانما قد يأتي في المنام ويزعم انه انا ولكن لا يستطيع ان يأخذ اي شيء من هيئتي وشكلي. بدليل، ودي حصلت معي أنا شخصيا، مش إن أنا اللي شفت، لا، واحد بيقول لي أنا شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقمت فرحان جدا. الشيخ الشاطر أو الإنسان الذكي لما يقف قدام واحد يقول أنا شفت النبي، أول حاجة لازم تسألها له أنت شفت واحد شكله إيه. وكانت الصاعقة والمفاجأة، قال لي أنا شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالي في المنام ووشه منور وحلق دقنه كده ومروق ومظبط وإيه ووشه بيبرق. أنا ما عرفتش أمسك نفسي غير إني قلت له ابقى استغطى كويس. إزاي؟ الرسول قال إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورتي. يا حبيبي الكلام صحيح. الشيطان يأتيك في المنام ويزعم أنه هو النبي محمد. دي اللي كتير من الناس مش فاهماها، لكن هو يأتيك في المنام ويزعم أنه النبي، ما يقدرش ياخد أي صفة أو أي هيئة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفته في المنام حليق، ده الشيطان يا ابني، مع أن أنت قايم في المنام بقى. فالجزئية دي يا جماعة عشان خاطري، عشان خاطر ربنا، تفهموها صح، إن الشيطان ممكن يجي لك في المنام ويقول لك أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش، لكن لما يجي لك ما يقدرش ياخد أي هيئة من هيئات النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وفي هيئته، ما يقدرش. إنما يجي لك ده اللي كتير من الناس مش واخده بالها منه. يعني النهاردة لما يجي واحد يقول لي حليق، تاني يوم ممكن يقول لي أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لابس بدلة جينز. إيه ده؟ وفيه؟ لا يا حبيبي الكلام ده ما يحصلش. فالشيطان يأتيك في المنام ويزعم ويشعرك بأنه هو النبي، نعم، لكن لا يستطيع أن يأتيك في هيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحالة الأولى ودي أفضل الحالات، إنك تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كامل هيئته
ودي ما بتحصلش لأي حد. دول يعني سبحان الله ناس ربنا كده مانن عليهم انهم يشوفوا النبي ويقعدوا معاه ويكلموه ويكلمهم زي ما انا بكلمك كده، ويبص في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل في وجهه وفي لحيته وفي ثيابه، ويبقى في كلام وفي عناق وفي مصافحة. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يراه في غير هيئته الكاملة، بأن يرى عضوا من أعضائه كرأس أو ذراع أو صدر أو قدم، يقال له في المنام هذا ذراع النبي وما يشوفش غير الذراع. دي الحالة الثانية. أكتر من كده مش هيقدر، هو مش هيشوف غير كده. دي الحالة الثانية، إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حالة، أو عفوا في إنك تشوف جزء من أعضائه صلى الله عليه وسلم كرأس أو ذراع أو قدم أو صدر أو لحية فقط، وما تشوفش الباقي، تشوف بس لحيته، عضو منه. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرى بعض متعلقاته، إن الشخص يرى بعض متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم، إن يشوف مثلا في المنام العمامة فقط، إنما الرسول لا، هو مش هيشوف، هو ما شافش في المنام غير العمامة، أو حذاؤه أو ثوبه أو عصاته، إنك تشوف شيء من متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم. فدي الحالة الثالثة. قبل ما ادخل على الحالة الرابعة، تعالوا نراجع الحالات. الحالة الأولى إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بكامل هيئته، ويكون فيه بينك وبينه حوار. اثنين، أن ترى عضوا من أعضائه. ثلاثة، أن ترى شيئا من متعلقاته صلى الله عليه وسلم كحذائه أو ثوبه أو عمامته. الحالة الرابعة دي أنت مش هتشوف فيها حاجة خالص، لا هتشوفه هو ولا عضو من أعضائه ولا حتى شيء من متعلقاته، إنما هيقال لك في المنام انظر إلى هذا النور فقط، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤيته يا رب. فالحالة الرابعة لا هتشوفه ولا هتشوف عضو منه ولا هتشوف شيئا من متعلقاته، لكن هيقال لك هذا النور هو النبي محمد، أو أنا النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا الجدار، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلس هناك مع الناس، وانت شايف من بعيد كده هيئة بني آدمين قاعدة، وقيل لك إنه النبي، لكن إنك تروح وتشوفه لا، مش هيحصل. ودي الرؤية دي برضو بتبقى صادقة زي الأولى والثانية والثالثة. عشان بعض الناس يقول لي طب أنت ما شفتوش هو، تبقى أنت مش عرفك إن ده مش شيطان. لا يا حبيبي، هذه رؤية إن شاء الله تبارك وتعالى بتبقى صادقة. الشيطان ما يقدرش يتمثل انه يجي لك في المنام ويشعرك انه هو النبي، انما يجي لك في هيئة شخص، الهيئة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يجي لك. ركزوا معايا في الكلام، هو يجي لك او يجي لك وبصورة بني ادم وهتشوف، بس البني ادم والمواصفات اللي انت شفتها عليه دي مخالفة تماما لأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحالة الرابعة أن أنت تشعر به في المنام، يقال لك هذا هو نور النبي محمد، يقال لك النبي وراء هذا الحائط، يقال لك النبي يجلس هناك في هذا المكان البعيد، وأنت شايف من بعيد كده في حد قاعد. فدي الحالة الرابعة. طيب خمسة، أن ترى في المنام أثره أو آثاره، بمعنى
أن تسمع مثلا أثار أقدامه، أنت مش قادر تشوفه، بس اتقال لك في المنام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وراك مثلا أو قدامك، بس أنت مش شايف حاجة، وكل اللي أنت سامعه سامع آثار الأقدام وهو ماشي، سامع خطواته، ممكن تشم ريحته الطيبة الطاهرة الزكية، ويقال لك إن هذه الرائحة هي رائحة النبي محمد، وهذه الرؤية أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى صادقة صادقة إن شاء الله. يبقى خمس حالات لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متهيألي مش هتلاقي ستة، لا هم خمسة. يعني هذا الموضوع أنا تكلمت فيه عن قصد، أولا لتحبيب الناس صلى الله عليه الناس إنهم يشوفوا صلى الله عليه وسلم في المنام، إنك تشوف الناس يشوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. يا أخي لعل الله سبحانه وتعالى يرزقك هذه الليلة أن ترى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أي هيئة من الهيئات الخمسة اللي ذكرتها لك. الحاجة الثانية اللي سبب اللي عملت فيها الفيديو ده، إن لازم نفهم إن الشيطان قد يأتيك ويقول لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تحداه إنه يأتي في هيئته وفي صورته. إنما الفهم الخاطئ لكثير من الناس إن لما حد يجي له في المنام يقول له أنا النبي فهو النبي، هذا فهم خاطئ. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.